انا غنخدمو قفطان كرواز. ديما لاباز، علاش لاباز؟ هي اللي كتسهل عليك. لاباز خصها تكون عندي، يا لاباز ديال مريم، يا ديال حنان، يا ديال سليمه، يا ديال حنان الاخرى، المهم يا التغيزه اللي كتصورني، المهم خص تكون عندي لاباز. غادي نشوف على حساب القطعه وغادي نصوب هذا الظهر. الظهر ها هو كنجيبو هنا في الجهه المتنيه، عندنا الامام هو اللي خصنا نديرو بحساب واحد الزيادات فيه. غادي نرسمو هو الاول على حساب فين بغيت القطعه، يعني القطعه راه كتجي على قد خط الحزام. هاني سطرت. كملاحظة يعني من ضمن دوك الحوايج اللي كنوكد عليهم انا في هذا الشيء ديال القطعات، ما تكرهيش طلعي هنا بواحد السنتيم ونص، ما تكرهيش وتجيبيه مع الوسط، وحتى هنا في الخلف واحد ونص وتجيبيها هنا. عندنا الا كانت السيده عندها الصدر عامر بزاف وكيجر ليها اللبسه، نقدر نزيد هنا سنتيم ونص اخر، واحد ونص اخر ونجيبوها، باش داكشي اللي بغى يخطف الصدر عطينا حنا الراحه ديالو. هذا الموديل فيه الكروازي، يعني شنو الكروازي؟ الطرف غالب على طرف، اقلته اللي خصك تزيدي هو نصف هذه المسافه، مثلا عندها 28 حسبنا هنا لقينا فيه 13 ولا 14، هذيك 14 نزيدها هنايا، ها 14 كنلاقيها مع الكورف في اللي بغيت بحال ما هو. وما تنساوش هذه جيبوها مع هذا الخط المستقيم وعاودوا ردوها ليا لهذا السنتيم ونص اللي نزلنا به، لانه حتى هنا خصنا نديروا فيه الجنيحه باش ما يجيناش الكول مرخي، باش يجي مسانتري هذيك الكول في. هذا ما فيه لا سفيفه لا والو، حنا ما بغيناش نخدموه بالسفيفه، بغينا نفينيوه من نونيت، يعني بغينا نديروا ليه السجفه ديالو. غادي ندير راسي راه قطعت هذا الظهر وبقى لي هذا الامام، شي منين بغي نقطع الامام ونطوي هذا الخط هبا، دونك الظهر راه فصلتو انايا دروك، ما كاينش هنايا، فصلتو، ندير ليه ها ونفصل، يعني كتكون لي السجفه ديالو منو لاصقه فيه، وهاد لاصقه فيه كتفيني ليك، ما كتخليش الخياطه وما كتخليش يتجبد كثر. منين كنحل راه غنلقاه هكا داير، يعني بحال درتو جوج، راه ممكن ديرو كاع نتوما مبطن كامل، ولكن ما بغيتوش نتوما يكون كثير. تنخلي من خلال هذا الخط الاحمر الوسطاني نزيد 4 سنتيم حتى 6 سنتيم ونقطعها، كتولي هادي دايره، كنطويها لداخل ها هي مفينيه ليا انا. هنا نقدر نستعمل اليد ولا نستعمل داك الفيزلين ديال الدوبل فاس، كنحطو بيناتهم ونورك بالمصلح وكتلصق فقط. بقات لنا الصايه، هزيتها بعيده، بقات لنا الصايه، يعني ها هو كي غتفصل هادي غتعطيها وتطوى، دونك ها هي هادي مقلوبه دابا. غادي الصايه كنعتبر ديما من هذا نقدر نطوي ونخدم صايتي، بغيت فيها البليات ما بغيتش البليات، بغيت الايفازي كثير، هادشي تيبقى لي اختيار ديالي انا. هذا المنتصف كنسطرو حتى هو، نسطر الخط نقطة، نشوف الجلايل اللي بغيت، حيت راه ماشي هادي باز ديال الجلابة، دونك هنا راه كاينة هي 37 ولا 40 هي اللي كاينة، مثلا أنا بغيت 60، كنحسب 60 ديالي من هنا لهنا، كنجنح التجنيحة ديالي، بغيت البليات كنزيدها من هنا لهنا، نزيد القيمة ديال البليات، وهادوك البليات على حساب الثوب وعلى حساب الموديل، يعني راه ممكن نزيد 6 سنتيم ونخدم جوج بليات، ممكن ندير 24 سنتيم. الحاجه اللي ما دير ما تفوتوهاش هي هاد المسافه، ما تفوتوهاش، درتي هنا عندك هنا 26 ديري 26 اخرى هنا، ديك 26 مع 26 تقدري تقسمي فيها شي بليات يجيو زوينين، ولكن لا في التياب يولي البليات كثر من القياس. ولكن حنا الموديل على حسب اللي عندي انا يعني تقريبا زايده فيه شي 12 سنتيم ديال البليات، وتلاقات مع هاد 60 فقط. هذه الجهه مسدوده نفس الشكل الخلف، وهذا هو الموديل. السلام عليكم.